على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار مع رحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع رحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيدة في تونس على امتداد 120 دقيقة، تكون حواراتنا وتحقيقاتنا صحية طبية بامتياز من توا حتى النص نهار. تتسويت سومير سومير كالعادة في ساعتنا الأولى باش نقدموا لكم شيفر سانتي، أجندة سانتي، وكواد نوف سانتي، آخر المعلومات الطبية اللي لازم نعرفوها. هذا وأكثر من 11 حتى من نص نهار، من نص نهار من 10 حتى ال 11، سينو من نص نهار حتى ال 11 باش يكون حاضر بحذانا المعالج النفسي سيد فيصل الكعبي، وباش نحكيو معاه اليوم حول العلاقات الاجتماعية وخاصة العنف في العلاقات. ألو دكتور. ألو دكتور. هذا اللي استنى فيكم في هلو دكتور سينو، تسمعونا على 93 ولا على 3W راديو الحياة فام. أهلا وسهلا بكم في الإذاعة الأولى المختصة في الصحة. سونتي 5.0. سهلا ومرحبا بكم ناس كل على راديو الحياة فام. سونتي 5.0. العنف في العلاقات الاجتماعية والإنسانية، هذا باش يكون موضوعنا اليوم كظاهرة نفسية. باش يكون حاضر بحذنا فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي. ألو دكتور. 9400 مريض أقاموا بمستشفى أرازي لأسباب نفسية، هذا باش يكون موضوعنا في شيفر سانتي. شيفر سانتي، هذا اللي فات به الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بمنومة السيد كمال برحال، أنه عدد الوفيدين على مستشفى الرازي الضعف خلال السنوات الأخيرة ليبلغ سنة 2019 أكثر من 9400 مريض أقاموا بالمستشفى، مقابل معدل ما بين 4000 و5000 مريض في سنوات ما قبل الثورة التونسية. وأشار إلى ارتفاع كبير في عدد المرضى من الأطفال اللي تجاوز 1400 طفل أقاموا في المستشفى خلال سنة 2019، نظرا للضغوطات اللي تعيشها العائلات وتأثير سلبا على الصحة النفسية للأطفال. وأوضح أن الإقامة بالمستشفى الرازي تنقسم إلى 3 مستويات، أولها الإيواء الوجوبي ويكون عن طريق عريضة تقدمها عائلة المريض إلى وكيل الجمهورية أو رئيس المحكمة مرجع النظر، والجهة الثانية بطلب من الغير، أما الثالثة فهو الإيواء الحر، أي أن المريض هو من يطلب إيواء نظرا لضغط نفسي يعيشه. وذكر رحال أن 40% من المقيمين بمستشفى الرازي هم مع الإيواء الوجوبي، 40% من الإيواء بطلب من الغير، و10 15% من الإيواء الحر. أما بالنسبة للمتبقية فهي تتعلق بالمرضى المقيمين بالجناح الخاص بمرتكبي الجرائم. هذا هو الشيفر سانتي بالنسبة لليوم. بعد شوية نذكركم أنه أجندة سانتي العشرة نص الفلاش انفو. أهلا وسهلا بكم على راديو الحياة فام. سانتي 5.0. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل على راديو الحياة فام. سانتي 5.0. كالعادة نذكركم انه بعد شوية باش يكون حديثنا حول العنف في العلاقات الاجتماعية والإنسانية بصفة عامة، علاش، كيفاش، شنو الأسباب نتاعو والمظاهر نتاعو. هذا وأكثر باش يكون حديثنا مع المعالج النفسي السيد فيصل الكعب. ألو دكتور. ألو دكتور. البرومي كونغري انترناسيونال نيونتولوجي، هذا باش يكون موضوعنا في أجندة سانتي. أجندة سانتي. الكونغري انترناسيونال نيونتولوجي باش يكون 21 و 22 ماي 2022 بأحد النزل الخاصة بولاية سوسة. هذا ونعاود نذكركم انه تنجموا تلقاو ليان ديسكريبسيون على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فام اذا تلقى روان في الصحة، وين باش يكون زادا لي تروبل ديفلوبمون سويفي دو لا كرواسونس دو لانفون. هذا واكثر يوغا زادا دي سيونس ودي كا كلينيك ودي كوميونيكاسيون اورال وين تنجموا تشاركوا فيه عن طريق اليان. هذا فيما يخص الجمعية التونسية لطب الولدين، برومي كونغري انترناسيونال دو نيونولوجي في سوسة من 21 حتى 22 ماي 2022. أهلا وسهلا بكم الكل على راديو الحياة فام.
مكملين معكم في سانتي 5.0. ذكركم بعد شحكيوا على العنف في العلاقات الإنسانية بصفة عامة والعلاقات الاجتماعية مع المختص والمعالج النفسي فيصل الكاب. ألو دكتور. ألو دكتور. ما هي علاقة الناس اللي تتعشى بأمراض السرطان؟ هذا بش يكون موضوعنا في كواد نوف سانتي. كواد نوف سانتي. وين أكد باحثون المعهد برشلونة للصحة العالمية أن الأشخاص اللي يتناولوا العشاء قبل 9 متاع الليل وإلا يتناولوا الوجبة الأخيرة قبل ساعتين على الأقل من النوم يتناقص لديهم خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستات بنسبة 20% مقارنة مع الناس اللي يتعشوا قبل بعد 10 متاع الليل وإلا قبل النوم مباشرة بوقت صغير. في حين ركزت دراسات سابقة على العلاقة بين نوع الطعام والسرطان، قام الباحثون بإجراء دراسة جمعت أكثر من 1200 حالة مرضى سرطان الثدي والبروستات وأكثر من 2000 شخص سليم، وتابعوا أنماط أكلهم ونومهم وخطوات اللي يتخذونها للحفاظ على صحتهم. هذا حسب ما نشرته الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة أنه مرضى السرطان كانوا أكثر ميل لتناول الطعام وإلا الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، حتى بعد مراعاة العادات الصحية الأخرى وأنماط التغذية أو النوم أو الالتزام بأنماط الأكل خلال النهار يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان. وأنه أشار الأطباء إلى أنه تناول العشاء متأخر يسرع في عملية التمثيل الغذائي في الجسم بدلا من استرخاء، كما يرفع نسبة السكر في الدم. وأكدت النتائج اللي نشرت في مجلة دولية للسرطان على أهمية تقييم الساعة البيولوجية للجسم أو إيقاع اليومي في أبحاث حول النظام الغذائي والسرطان والحاجة إلى تطوير توصية غذائية وقائية كسرطاني، واللي تتركز فقط على نوع وكمية الطعام المتناولة حسب ما زاد نشرته نفس الدراسة. كانت هذه كواد نوف سانتي بالنسبة لي اليوم، كملين معكم حتى النص نهار. أهلا وسهلا بكم على راديو الحياة تفاعل. سانتي 5.0. أهلا وسهلا بكم ناس الكل في ساعتكم الثانية من سانتي 5.0. سانتي 5.0. كالعادة في ساعتنا الثانية اليوم مش يكون حديثنا حول العلاقات، بلتو العنف في العلاقات ومشيشي، وخاصة للعلاقات العائلية. هذا وأكثر مش يكون حديثنا مع ضيفنا كالعادة سيد فيصل الكعبي، مختص ومعالج النفسي. ألو دكتور. ألو دكتور. سي فيصل أهلا وسهلا. مرحبا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، إن شاء الله صيامكم وقيامكم مقبول إن شاء الله. أمين يا رب. سي فيصل، العلاقات الإنسانية بصفة عامة فيها الباهي فيها الإيجابي وفيها السلبي، كما زاد فيها العنف بصفة عامة اللي يكون موجود في علاقاتنا الإنسانية. صحيح، هي لما تنحرف العلاقات الإنسانية الطبيعية عن مسارها تولد كثير من العنف. وللأسف في مجتمعنا التونسي العنف نعيش فيه 24 ساعة على 24 ما غير ما نشعر، فما انزلاقات بسيطة، وإن شاء الله المستمعين والمستمعات يتبعونا ويشوفوا أنه الأمور بعض مرات بسيطة لكن نتائجها وخيمة في علاقات التوتر والعنف، بخصوص في العائلة بين الأبناء وأولياهم، بين الآباء بين بعضهم، بين الأخوة بين بعضهم، ما غير ما نشعر حوايج بسيطة ما ننتبهلهاش وتولد عنف يدوم حياتنا كاملة، اللي نسميه التخرنين في العائلة. ولكن هذا ينطبق زاد على البرة، العلاقات البرة. إن شاء الله اللي يبقوا معنا يفقهوا هالميكانيزم هذا اللي يولد العنف الشديد في حياتنا. علاش قلت لي كي تنحرف العلاقات منو نحكيوا على العنف؟ خاطر زاد بالدرجة وسيد في مجتمعنا التونسي يقول لك حتى ما انت حتى كيفاش ما انت حتى الاخواتي تعاركوا ما انت دونك عادي العنف هذا. العرق شيء، العرق شيء والاختلاف شيء وهذا منطقي، لكن نقول علاقات العنف اكل كما قلنا كما قلت العقل، علاقات اكل تخرنين، اكل نعطي مثال بسيط، الام اللي تفزز ولدها ولا بنتها الصباح تبقى بالساعه يا بنتي قوم يا بنتي قوم، والأخرى تتمايل وفي الفرشة معناها، واللي تصبح في وقت ملاقات كل شيء في حياتنا يصبح كأنه فيه نوع ما من التخرنين ومن العنف اللفظي والعنف في الجهد اللي نقدمه، وتصبح علاقات متوترة، كأنه سمة العلاقات تصبح هي التوتر، عوض ما تكون سمة العلاقات هي الراحة هي المحبة، تصبح علاقاتنا كثير متوترة.
هي ما وكأنه زاد ولد صفة معناتها اليوم مش معناه بما معناه يقول كان فلان الفلاني عنده تخارني معناتها عنده تخارنين ولا تونسي يقول باهي أما والله عنده زايد تخارنين أما أوفون يقول لك يعرف اللي هو باهي مثلا هذا ولا سائد زاد اليوم في أكيد مو كما احنا الحصة اليوم هي تتم لما بديناه المرة الأخرى حول ثقافة التشكي. الإنسان اللي يشكي من 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 علاقه ولكن مش قادر معنا عايش علاقه متوتره وصعيبه مع الراجل مع مرته ولا مرته مع الراجل ولا مع ابنها لكن مش قادره توقف العلاقه كاني مضطره للعلاقه ولكن تبقى علاقه صعيبه دائما. هذه شنو هي اسبابها؟ هي فما بسيكولوج اسمه كارتمان والمثلث اصبح اسمه مثلث كارتمان. هالمثلث هذا كما قلنا التشكي ثقافة التشكي تولد انطباع بأن ضحية فيكتيم اللي يصبح في دور الضحية لشيء يقع حوله في وقت من الأوقات الضحية بشكل لاواعي لشكون ينادي شكون ينتظر. عندما يكون إنسان ضحية ينتظر منقذ شكون ينقذه من الوضع الضحية اللي هو فيه والمنقذ ينقذه من ايش؟ ينقذه من مضطهد انسان يضطهد فيه. إذن الثالوث المثلث مثلث كارتمان ولا يتسمى مثلث الخاسر ولا اسمه مثلث الجهنمي لانه اللي يدخل في زاوية من الزوايا ثلاثة هذوما يجرب ثلاثة زوايا اللي يدخل كضحية في وقت من الأوقات من غير ما يشعر يولي هو مضطهد يضطهد في الآخر اللي سبب له هال الوضع الاضطهادي ويولي أو يولي منقذ هو بحد ذاته للإنسان اللي يرده هو ضحية. إذن الثلاثة زوايا للمثلث هذه هي مثلث العنف ولا مثلث الجهنمي. نعطي مثال بسيط إنسان عطشان يدخل احنا تعودنا واحد يجي يقول انا عطشان اش نعملوا عادة نجريو نجيبوا له كاس ماء هذا شيقة ولا وهذا الغلط لانه اللي قال انا عطشان ما عملش طلب هو وصف حالة من حالاته حالة قال انا عطشان يمكن هو صايم وقال عطشان يمكن. اذا اللي مش يجري له باش ينقذه يجيب له كاس ماء ما غير ما يشاوره كأنه عمل له عملية اضطهاد لأنه حتى ولو فاطر اللي مش جاب له كاس ماء يكون شكاك يقول يمكن زعما اللي جاب لي كاس ماء خسله زعما الكاس قبل ما يحط لي فيه الماء زعما يديه نظيفة جاب لي الكاس يديه نظيفة. إذن كأنه العطشان اللي قنع عطشان قدامه كاس ماء وأصبح في وضع صعيب أصبح ضحية إنسان حاول ينقذه ما غير ما يشاوره وجاب له كاس ماء وأمام وضع مش عارف شو يعمل. إذا هو مش كاك من ناحية النظافة حاجتين أما مش يقول لا ما عينيش بالماء وبين كأنه يضطهد في الآخر يصبح اللي جاب الكاس ماء يقول تعرفك المثال رحيم يقول اتقي شر من أحسنت إليه هو عن مثال غلط على فكرة لأنه اللي أنقذ جاب الكاس ماء يقول شبي جيب له اشتعبت وجبت له كاس ماء وحط قدامه باش يشربه إما مش نبخس اللي جاب لي كاس ماء وما نشربوش منه ولا مش نشربه وانا في الغصه في قلبي لاني شاكك في الكاس وشاكك في دي غسلها ولا ما غسلهاش. اذا دخلنا في مثلث حزازيات لا واعيه واللي شرب الكاس ماء هو مغصب عليه مش ينتقم من الاخ يحاول يرد الفعل واضح. هذه هي المثلث لما ندخل كضحيه نولي يمكن منتقم ونولي انا نفسي نحاول ان ننقذ الشخص اللي اضطهدته. 70-35-120 هذا باش يكون تاخذ تليفوناتكم بعد شويه. العنف العلاقات وخاصه باش نحكيو على العلاقات العائليه كيما بين الام مثلا ولدها ويعبر عنه اتخرنين تونسي ولا لا. بعد زاد باش ياخذ تعليق اليوم زاد باش نحكيو على العنف اللي يبدا موجود في وسط العائله خاصه اللي ما بين مكونين معناتها كسوا الكوب اللي كون العائله ولا حتى مع صغار
هكا معناتها اللي باش يكون الموضوع هذا هو. انا نقول الامهات والاباء اللي يتشكاو من صغارهم يقولوا صحيح راسه وما يسمعش الكلام وياخذ مني ساعه باش نقيمه الصباح، ياخذ مني ساعه باش يمشي يغسل اطرافه، ياخذ مني ساعه باش كل شيء لازم تخرنين. هالعلاقات المتوتره بين الاباء والابناء ولا بين الاباء بين بعضهم اسببها هو بالاساس هالموضوع ذايا. تذكر المرة الأخرى نتحدثوا على التشكي، قلنا انعدام المسؤولية، إنسان اللي ما يحملش مسؤولية، اللي إنسان اللي هو تابع ويحب كل شيء تعمله، كي ما نعلمش صغيري على المسؤولية يصبح كأنه يحب ما يتحركش وكل شيء، حتى المدرسة تجي للفرش ما بوده كل حاجة يلزمه زنبيل طاقة باش يتحرك، ما يتحركش ويولي كأنه بيبي بودو شكون يتلهى بيك تخرنين، تولي كأنه لهوى به. أمه ما يلزمهاش صوت واحد باش تعيط له، يلزم يا فلان قوم، يا فلان يزي، يا فلان راهو المدرسة مش تقوم، يا مش تفوتك، يا فلان كذا بالساعة وهي تخرنن. هذه علاقات مرضية، لأنه ما نحملش ولدي ولا بنتي المسؤولية. قلت له صوت واحد قوم، قام ما قامش دبر راسه. لو نهار يغيب على المدرسة وتحمل مسؤوليته، أمه قلت له صوت واحد وما قامش وغاب على المدرسة، يمدغد ومش يقوم وحده. أما إحنا لما ما نحملش المسؤولية لصغارنا ونبقى كأنه يلزمنا رعاهم عمره 30 سنة وهي ما زلت تقيم فيه باش يمشي للخدمة، وتقيم فيه بأصوات متعددة اللي توصل هي تولي تتذمر، تولي هي ضحية. هالوضع اللي حطها فيها ولده كانت منقذة، مش تنقذ ولدها باش يمشي للخدمة، تولي في النهاية من كثر ما تعبت وصوتها بح تولي كأن هي ضحية للوضع ذي اللي تخلق. وشكون مضطهدها؟ مضطهدها الكسل متاع ولدها يضطهد فيها. وهذه لما تدخل في الكآبة تنتظر شكون ينقذها، يمكن يدخل للطرف الثالث البو باش ينقذ الام. سيفايس خلينا نفهم من النقطه اللي سيفايس تفضل. وكانه زاد هي ضحيه كيفاش ضحيه تصرفاتها بمعناه صحيح انه طفل ماهوش بخلي ومسؤول، اما ستينس بارديفو ما ينجم يقوم كان على 4-5 صوات، وكانه معناتها فكره باش يفيق ولا يعمل حاجه كان في 4-5 مرات صحيح. مش معناتها هو مش مسؤول، راه ينجم يكون مسؤول ويمشي يقرا ويعرف اللي اما يفز. المسؤول من صوت واحد يفز، يقول عندي 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 مهمة تنتظر فيها عمله ولا مدرسة، اوكي نحمل مسؤوليتي. مسؤول اليوم كل ما فهمش واحد ما عندوش تليفون نجم يعمر تليفونه ويقوم. نعرف عيلات عندهم كل واحد تليفون، لكن الام هي اللي تقيم مش تليفونه، تليفون يستعملوا لحوايجه. هذاك اللي حبيت نحكيه لك بما معناه انه الاستئناس نتاعو ماهوش معناتها غير استئناسه، انه لازم يكون الشخص ذاك هو اللي بشيق مثلا باش يعمل حاجه ذيك لازم بالطريقه هذيك. المثلث الجهنمي ذي كنت سانستال كي تحط في العائله يصبح دايم، يصبح كانه العلاقات العنفيه هي اللي تنسج العلاقات الاسريه، بينما التربيه مفروض تهزنا الى علاقات طبيعيه، علاقات فيها كل انسان مسؤول على مهامه، كل انسان مفروض مشني محتاج حد ينقذني، مشني محتاج حد ياخذني في رعايته. لما نكبر عمال نكبر عمال نحمل مسؤولية نفسي، حاشاك حذائي نعرف ونحطه ونعرف منين نجيبه، ما نقولش لفلان امي براجيبه ولا اختي براجيبه ولا، معناها نولي نتحمل مسؤوليتي فيما يخصني. احنا للاسف علاقاتنا متشابكه ومفكرين كما قلت لك، انسان يقول انا جيعان تلقائيا ما غير ما نشعر نقول اه لازم طلبني في الاكل، ما عادش محتاجين شكون يطلبنا. انا ما قلتش انه الانسان ما يخدموش بعضهم، لكن احد شروط ومش نعطي شروط عدم السقوط في المثلث الجهنمي، احد شروطها الاساسيه انه ننتظر طلب. رحيم تخل قال لي انا عطشان، قل له اوكي في اقصى ما يمكن نقول له هل تطلب مني شيء؟ بالنسبه لنا كانه مفرغ منه. شنو يقول لك؟ سامحني سي فيصل تفضل. انت انا متعدي واحد يقول لي وقت مثلا لا يقول لي وقت، معناتها قول له مبين معناتها عندكش وقت، مش نستنى مني في اجابه ولا مجهود. دونك عبد زاد باش يجيب حدا يقول لي مثلا عطشان،
مثلا معناتها وكانه بارديفو معناتها بارديفو استنس هذايا استنسنا بارديفو دونك وليت باش مع معلومتك مقتصر على كلمه بركه نتاع تشط مش نتاع معناتها مش نتاع جيبي راني عطشان جيبي حاجه نشرب مفروض كل حركه بين شخصين تنطلق من طلب تعبر عن احتياج وفما اجابه اذا ما فماش طلب كما قلت لك انا نعطي فيها دائما مثال في العياده عندي في باريس يجي حريف كليان مريض يجي يقول لي يجلس يقول لي انا عطشان وفي نهار صيف هو وصف لي حاله اوكي اوكي وبعد لانه لو نقول له لو انا ما غير نعتبر انه وصف لي حاله انا عطشان كطلب ونمشي كما قلت لك نمشي نجيب له كاس يمكن هو يكون مش كيك في حكايه النظافه يمكن يتقلق من يجيب له كاس واجبرته على انه يشرب ماء بينما هو كان منتظر مش يخرج من عندي مش ياكل جلاس ولهذا العطش هذاك نسميه كلتيفي لا سواف قاعد يربي في العطش باش يتبنن الجلاس اللي مش ياكلها بعد اللي حبيت نفهمه بإعادتك اللي نفس المثال سي فايسل أيوة. علاش انا قاعد نبني في دي سيبوزيسيون على معلومه اللي هو كنا ما جابش نحكي انا pour les français peut-être c'est autre chose معناتها اليوم يعرف كيفاش يطلبوا اللي في تونس واحد قال لي عطشان اي اوكي لحظه نجيبك تشرب معناتها سهل علاش انا قاعد نملي زعما قال لي جيب لي اشرب زعما اوكي ومن بعد ولا نسكت تقول له عطشان عطشان نتعادل في الاصل تقول له هل تنتظر مني شيء هل تحب حاجه نجم نساعده باش يعمل طلب لانه تعودنا في تونس وذي ثقافه التشكي تعودنا ان ما نعملوش حتى طلب باش ما نحملوش مسؤوليه الطلب اللي طلبناه نجب بعد نشكي من السيرفيس اللي عملوا له هذه هي راي مدخل مداخل هذه باش تعمل ثقافه كما قلنا ثقافه التشكي وثقافه اني ضحيه ضحيه للاخر انا ما قلتلوش اش نحب ما قلتلوش اش اعطيني شريب هو جاب لي شريب انا ما طلبتوش قلت له عطشان باش يعمل جاب لي كاس ماء وانا يمكن محتاج نحب كاس كوك وقلقني جاب لي كاس ما انا كنت في 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 رايي انا نعمل حاجه اخرى مساله نعتبرها بسيطه وكما قلتها مفرغ منها احنا تعودنا في ثقافتنا ان ما نحملوش مسؤوليه تقديم طلب بشكل واضح العلاقات الانسانيه هي لازمها الوضوح هي علاقات عقد عقديه العقد هي فيها طلب واستجابه ولما نعمل طلب نقول لك يا رحيم تنجم تجيب لي كاس ماء اول حاجه الطلب هذا نحمل مسؤوليته ثم حاجه نولي نعترف لك بالجميل لانك استجبت لي واستجبت لطلبي بينما كي ما نطلبك شيء قلت انا عطشان والاخر مش جاب جي يشري ويمكن انا صايم وقلت عطشان ايش معناها تجيب لي في كاس ماء وافتراضا بعد ما جبت كاس ماء حطيته نقول لك انا صايم إيش في داخلك إيش يقع تقول خسر تعبني مشى جراني هو صايم ما نجمش يقوله من الأول مشيت نجري وجيب له في كاس ماء أكل سمي الضغينة الصغيرة اللي في داخلي لأنه تعبني ما غير شيء ما غير فايدة مش رد فيها الفعل بشكل لاواعي زاد العنف يتمارس على الليل الصغير اللي يقول لك أنا نقرأ 8 وأمي من 7 ولا من 6:30 متاع الصباح تقول لي يقوم نهار راح ما عادش بك أور نعرف اللي هو مازال بكري 7 متاع الصباح وتقعد تعاود فيها تقعد تعاود فيها تخرنين نحن نحكيو عليه بصفة عامة راهو زاد ما يسماش تخرنين أنا نجم نقراه أنه الأم هي مش طوعين هي تعمل في مجهود هي تنقذ في صغيرها تحب تنقذ صغيرها من وضعية أنه مش يمشي يدخل وإلا أنا يغم عين منك المكتب وإلا سي فايس دقيقة برك وإلا سي فايس نجم يكون بالعكس حرص أكثر من اللازم انها ولده يكون يمشي يقرا كيما نتاع اجا عامل دروس كي جا عامل دروس كي جا احفظ لي غدو عندك امتحان غدو عندك امتحان والنجم يكون لوليد يا اما ما عينوش باش يقرا اللي هي معناتها حتى كان مش قريب السيف سافا ليان دوني بريسك معناتها نحكيها والا طفل راهو قاري كل شيء ويعرف شو مش يعمل واعطيه شويه سباس معناتها لو انتبهت انت رحيم استعملت كلمه وهي المفتاح قلت حرص اكثر من اللازم ما بالعربية يقول لك من بلغ الحد انقلب إلى الضد الضد يكون حرص كبالغ مبالغ فيه ينقلب إلى الضد ما عادش حرص إذن المسألة مش في الحرص في المبالغة في التخرنين احنا التخرنين هو مبالغة ما نعلمش صغير من كلمة خلاص ماني قيمتك أوكي هو صغير خلي منك نهار مكتب ولكن حياته كل يتعلم مسؤولية
احنا نحب ننقذ الاخر من الكسل نتاعه، وننقذ الاخر من انه ما يمنكش في المكتب، وننقذ الاخر انه من كثر ما نحب ننقذ صغارنا من كل من الجوع ومن العطش ومن نولي حياته. و30 سنه قلتها لك المره اللي فاتت، 30 سنه ولد يجي في الطاوله، ولد طفله توا يجي ويحط رجله تحت الطاوله، لامه تحط له الفطور ياكله ويعمل هكا ويفز ويخلي الصحن فما. انعدام روح المسؤوليه في مجتمعنا، مش عارف تلاحظ فيها ولا، انعدام روح المسؤوليه على كل المستويات، في الاداره، في المدرسه، في انعدام روح المسؤوليه اصبحت صيمه ثقافيه في حياتنا، وياليتها انعدام مسؤوليه والناس عايشه في سلام. المساله كل انه الناس كل تشكي مناش من علف العلاقات، لانه اصبحنا علاقات كلنا متوتره غير مرضيه، دائما فما ديسيبسيون، فما نعم من الأسى، من لأنه العلاقة مش مثالية، أنه علاقاتنا مش في الطب. نهار كل نشكيو، الأباء يشكيو من صغارهم، والصغار يشكيو من أباهم، المدرسين المعلمين يمشي للمعلمين والأساتذة يشكيو من التلامذة، التلامذة يشكيو من الأساتذة. أعطيني حد مش يشكي من الطرف الآخر، الناس كل تشكي من الأطراف. هذه العلاقات العنفية يجي وقت يقول ستوب ستوب، مجتمعنا ضروري استرس، الضغط هذا اللي نعيشه فيه متزايد، في فما وقت فما استرس غير لازم، نجم من حياتي تكون اسلس من هذا، انه نتعلم المسؤوليه. وكما قلت فما مخارج خمسه هي مفروض، او محاذير خمسه. به نعطيك مثال اخر، مثال تفضل خذ راحتك. لا حتى زاد قاعده في نفسك المثال يكون تاع الماء، يقول لك واحد ولا يقول لك تاع قرايه، انه زاد المراه تلقاها تقعد وتذكر رجلها ما تنسيش ولدك باش تروح به من مش ما تنسيش تجيب معاك خبز قبل ما تجي، ما تنسيش تجيب معاك خبز قبل ما تجي، ما تنسيش رونديفو نتاعك نتاع الطبيب ما تنسيش. بيتيتر تقول لك انا الحرص هذاك التكرار اللي احنا نقولوا التخارنين هو لأهمية الموضوع، تخليها ما تعاودوا ثلاثة أربع مرات، كان جاي ماهوش مهم، لأن السكر قلته مرة، دونك يمكن زيادة التخرنين يتوزن أون كونتر بارتي بمدى أهمية التاش اللي باش تعمل لهذيك. لأن معناتها التفرق اللي أنا واحد قال لي ماء وأنا مديت له ماء وقعدت نقول له فهمتني سي فايصل، فهمتك، ولكن شيء عجيب اللي يتقال يا رحيم، تقول لي لأنه شيء مهم يلزم يتعاود ثلاثة مرات، أصبح المهم يلزم نخرنه فيه. علاش كلمة مهمة التكرار للتأكيد، هذا هي من القواعد اللغوية. النجم واحد يقول لي حاجة ويعودها لي مرة ثانية، النجم إن هو في ذهنه أنه يأكد وينقذ فيه من حكاية النسيان، النجم أنا الرد الفعل بشكل عنيف يقول له وش بيك، علاش تخرن عليا، اش رديتني مهبول، اش رديتني نقص عقل، اش رديتني ما عنديش ذاكرة، ما قلتها لي مرة يزي. النجم الرد بعنف مرة أخرى، هو الحركات متاعنا نشوفها زادة لاخرك فناش يعيشها، كي نخرنن على واحد ثلاثة مرات أنا في ذهني أنه اللي تأكيد وأنه باش ما ينساش، ولكن لاخر النجم يقول لك شبيك، علاش تعود لي، شبيني ضربني لي زي ما شبيني. النجم يشعر بنفسه، تذكر قلت لك الزوايا ثلاثة، اللي يدخل من زاوية النجم يسالي نوعا من العنف. قاعد نسوق في كرهبه واللي معايا يقعد يقول لي تعب فايق تحب نعمل تشرب قهوه، معناتها يقول لك بوتيتر بعوائل عديد العوامل الصحيه طول السفر، يقول لك خل ناكد عليه ونفيقه، تنجم تفهم انه هذا اللي معايا حاب يفيقني مش خليني ديما فايق. علاش النجم رد اللي يسوق يقول له شبيك شايفني راقد، تشبيك شد، ما قلتها لي مره المساله، تقولها لي مره لما تعاودها لي، خايف، اذا خايف تحمل مسؤولية خوفك، قول أنا خايف ما تترميش عليا، معناها بالإلحاح غير موجب، لأنه أنا ما عنديش حاجة باش نشرب قهوة ولا باش نرتاع، اللهم أنت شاكك في فما مشكلة عندي ولوح فيها على السائق. مرة أخرى تنجم توتر العلاقة، وأنا شفتها عشتها الشيء هذا، والدي الله يرحمه كان دائما حريص، وخويا ذا اللي يسوق له رد بالك، اذا ارتعبت ترتاح، في وقت من الاوقات وقف الموتور قال له انا بطلت ما عادش نسوق، لانه توتر الاعصاب من كثر ما
نحب نقول انه رب بعض مرات احنا النيه صافيه، نقول النيه اني نحب ننبه الاخر، النيه اني نحب نريح الاخر، وهذا هي النيه نحب نريح الاخر، انا المنقذ ونحب هذاك ضحيه تعب وضحيه ومش فايق به وانا نحب نساعده، هك النيه الحسنه علاش يقولوا الطريق الى جهنم مفروش بالنيات الحسنه. بعض مرات نيه حسنه ونوصلوا الى المثلث الجهنمي، وهي النية من البداية بدأت نية أنا نيتي حسنة نحب نذكر الأخر، أنا نيتي حسنة نحب نرد بالي على الأخر. نقول فما أساليب فما طرق، فما بعض مرات رأي مش النية ومش الحركة هي الأساس وإنما الأسلوب، لو نغير الأسلوب نعيش حياة أحسن. تكرار تنجم تلقاه وتخرنين هذه ساعات، خطر انا ما خلصتش فاتوره نتاع التليفون، يقعد الاوبيراتور نتاع التليفون يذكر يقول لك راه مازالو 5 ايام قبل ما نقص عليك الليل، 3 ايام قبل معناتها حبيت معناتها اليوم حبيت نفهم من كلمه التخرين بصفه عامه اللي هو عنف على في علاقاتنا متفاهمين، ولكن لاهميه الوضعيه اللي نجم نوصل لها، لأهمية ولا لخطورة النتيجة النجم وصلها، وقت نقع وكأنه السبيل الوحيد باش ننبك إن عاود نكرر لك. فهمتني دي سيدي؟ أكيد 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 أنا فاهم، والمسألة الكل أنه الأسلوب اللي نحط روحي اللي ما خلصش فاتورة يحط نفسه في موضع الضحية ما عندوش فلوس، أنا ضحية وضع كامل، أنا ضحية، اللي طالب مني فلوس محاجته بفلوسه سواء كان اوبيراتور ولا كان حكيت انا اوبيراتور كيكا معناتها فما علاقه خدماتيه معناتها هذا مش يدخل علاقه عنف، لانه في وقت من الاوقات الاخر مش يعمل عمل تعسفي نولي نشكي منه انا ويلزم منقذ نمشي نشكي لحد اخر باش يرجعوا لي يتنادى. اذا انا قلت التكرير مدخل من المداخل وضع علاقه عنفيه، العلاقاتنا الإنسانية كلها مش محتاجة إلى العنف، العلاقات محتاجة وضعها رب العالمين للراحة، للراحة النفسية، للاطمئنان، إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، المعية هي للراحة، هي للتعاون، هي للمشاركة الطريق، هي للمودة وجعلنا بينكم مودة ورحمة، هي مودة ورحمة مش هي تخرنين وعنف. أنا المسألة كل الرد الانتباه إلى أنه فما مداخل تخلي العلاقات في العائلة كلها توترات، الولد ما يعمل حاجة إلا ما أمه تخرنن عليه وتعيط عليه وتصيح وتعيط ونهال كل أعصابها متوترة، وكثير أولياء مش يعرفوا رواحهم في هذا، أعصابهم متوترة في العلاقة مع أبنائهم، مش لأنهم مش متربين، مش لأنهم ما يحبهمش، الحب موجود وحتى الأبناء يحبوا أولياء، لكن تحطت في حياتهم كأنه سبيل المحبة هي تخرني به. سيبوزان أنا جيت لولدي قلت له يقوم أقرأ، قال لي ليه ما مش الراجع نمشي على روح، قال لك لا، قال لك لا به تحملوا مسؤولية آخر سنة بيه آخر سنة على سبيل شكون اسكو هو اليوم زي داكي بيش حكيه على الولاد صغير توسي فايسل اسكو مسؤول يعرف مدى مدى خطورة عندي سلطة عليه مدى دقيقة مدى خطورة القرار اللي خذاه هو اللي مازال ما يعرفوش صحيح. هو عنده هو وقتها يقع سنة ثالثة رابعة الدنيا الكل عنده لعب مازال ما يعرفش، دونك كان اللي مازال ما يعرفش إلى أن يتحمل المسؤولية بحكم باش يكبر في العمر ويكبر مخه معه خلينا نقولها بالعامي، وقتها أنا يكون دوري هذاك كريم تاع ديما يكون حريص عليك باش تقرا، حفظت المحفوظات نتاعك، جدول الضرب جي نيمبورتكوا، جدول الضرب ريفيست اي جا قول لي غدوه عندك امتحان، دونك كل عدم الوعي بما المسؤوليه نتاعو بحكم العمر نتاعو، انا اون كونتر بارتي لازم نعمل كل مجهود باش ديما نبو ديما خلي فايق. عندك حق حيم انت والعمر، ولكن نحب نقول لك السلطه الابويه ولا الأبوية على الأم والبو، السلطة الأبوية كي يشربوا عمل تزيد الماء عمل تتحل أكثر وما عادش عندها طعم، من كثرة الكلام السلطة الأبوية تضيع. السلطة الأبوية والآباء اللي علموا صغارهم المسؤولية والاحترام، قال البو قال بولده فز أخرى، قل له فز أخرى، رو في إطار معين. احنا الحمد للأسف زاد هذا لازم باب كامل للعلاقة بالآباء والأمهات، لما نجي لولدي يقرأ كأني ما نحطلوش إطار وقت، كأنه ما عندناش وقت، يقعد قدام تلزم ما عندوش وقت،
اذا حط الوقت قل له قدام تلفز عندك نص ساعه، عندك ساعه تفرج على اللي تحب، عندك ساعه، بعد ساعه وحدك وحدك تسكت التلفز. القرايه مش تقعد تراجع، مش تقعد لمده ساعه وبعد تخرج تلعب. اذا لما صغير يمشي لنشاط معين اي كان ترفيهي ولا واجب واجبات، عنده وقت واطار محدود نسميه الاطار لو كادر. بينما كنقول ولدي فز اقرا، كانه نقول له فز اقرا، قلت له على البدايه مش النهايه ما يعلمها كان الله. يمكن يقول بعد ثلاثة شوية نقول له كهو كملت في ساعة كملت، هو بعد ثلاثة شوية اجتهد فيها. إذن العلاقة بين الأب والأباء والأولاد لازم يكون فما إطار ونعلمهم المسؤولية. والمسؤولية فين؟ أنه صغيري ما يعرفش، عمره خمس سنين ست سنين سبع سنين، إن نخبره مسبقا كما العقد على الكونترا، على العقد بيناتنا وعلى الإطار، مش تقعد تقرأ لمدة نص ساعة. لانه علاش يقول لي نجم نقرا ساعه؟ نقول له لا، لانه في عمرك الكونسنتراسيون التركيز ينجم يكون كان مده نص ساعه، اذا نص ساعه وفز العب، تحب ترجع تقرا ما كملتش ارجع العب. خلينا نمشي في علاقه اجتماعيه اخرى، خلينا نعطيك امثله باش نسهلوا الموضوع لاني المدى الحساسيه وناخذوا الحاليات كل الحالات الكل. في علاقاتنا الاجتماعيه بين الحاكم والمحكوم مثلا، حتى في تونس وحنقولوا يمكن استثناء تونس، حتى كي تبدا تمشي في الطريق تلقى بلاكه مكتوب عليها 50 وبعد تلقى تذكير نفس البلاكه مكتوب عليها 50 وبعد يعاود بنفس الطريقه. وكأنه فرق بين التذكير والتكعرير. اي هذاك علاش دونك حبيت نحكي لك انا الخيط الفاصل بين التذكير والتكعرير، معناتها كيما مش نذكر الوالد الكبير مش نقول له ما تنساش الرونديفو نتاعك بعد شهر عند طبيب القلب، ما تنساوش الرونديفو نتاعك راه مازالوا جمعتين، ما تنسى. فهمتني حبيت علاش المثال الثاني هذايا، علاش تذكر في والدي تقول له بعد شهر عند تنساش؟ علاش؟ ما عندك سبب. اما تقول هو عنده الزهايمر وينسى لاسباب حياتي مشاغل الدنيا. إيه هو هل يلعب يلبي احتياجاته؟ هل هو عنده احتياج الى لانه عنده الزهايمر، لانه عنده ضغوطات اخرى؟ نقول عنده سبب وقال لي يا ابني لو سمحت ذكرني بالاشياء. فما ناس تطلبك تقول لك ذكرني، وقتها انت تلبي في طلب. اما انسان ما عنده ولا داعي، كانك تجي تسقي انسان وهو ما عنده ولا احتياج وتزيد تسقيه ما افترضته أنت احتياج. هي هذه العلاقات الجانبية، أنه الأمهات ولا الأباء ولا يفكروا أنه صغارهم ضحية احتياج معين مش قادرين يعبروا عليه، إذن نلبيهم الاحتياج ما غير ما يعبروا على شيء ذاك. هذا العنف، لأنه أنت تسقيه وهو مش محتاج، تجيد ذكره وهو مش محتاج تذكير. نعتبر العلاقات الإنسانية، قلت لك مرة خلاص مش لازم تذكر، انت اعطيتني موعد الحصة هذه ما احتجتش، مشني محتاج انك تذكرني. لو قلت لك لا يا رحيم لو تذكرني قبل بنهار انا عملت طلب. اما نحكي على الاشياء اللي ما فيهاش طلب، احنا عودنا انفسنا يقول لك لا حشاكة البهيم من همزة والحر من غمزة، اعتبرنا ارواحنا كأنه اصبح اشياء مفرغ منها، ما عادش تعمل وطلب، ما عادش تعمل ولا طلب، انا نلبي لك احتياجاتك. دونك ما هي الصفه، انسان كعرير ما هي الصفه، ما هيش معناتها هي ثقافه ما هي الصفه. ثقافه كما ثقافه التشكي وتولد الكلها مرتبطه ببعضها. الناس اللي يعملوا هالسلوكيات هذوما تلقاهم اشد الناس شكوى. اقعد انا نقعد مع اولياء التشكي اللي يعملوا فيه من أو من من صغارهم ويعتبروا العصر صعيب ولا نقول لا، راكم حطيتوا من الأول أساليب علاقات مع أبنائكم تولد كان ظاهرة العنف وتخليهم ضحية أو يشعروا بنفسهم ضحية حياتهم الكل، ومفكرين أنه الأسلوب باش يدخلوا مع المحيط سواء كان في المدرسة في أنه يلعب دور الضحية هكاك باش يدخل في علاقة مع الآخر. نقول العلاقة الإنسانية رأي أسمى من هك، ورأي العلاقات الإنسانية هي جعلت لتسهيل حياتنا كما قلت لإعطائها وجه مفرح أكثر، لأن المودة والرحمة والأنس والمؤانسة والمعية هذه هي العلاقات، مش مجعولة باش نتناحر النهار الكل على أبسط شيء. وكل حاجة يلزمني نتعب روحي نعمل جهد باش نذكر الآخر،
والاخر من كثر ما نذكره لين يوصل يفد مني، ولانه نفدوا من بعضنا، وانا فديت من التذكير في وقت من الاوقات ردوا العنف، ردوا الفعل بعنف لا واعي بين بعضنا. باهي سي فايصل، ردة الفعل كيفاش تكون؟ يعني نقول له يزي نوقف هذايا، والا نحسب روحي ميم با سمعت الحكايه. أول حاجة، وذيب كثير من الأولياء بين بعضهم تلقى أما يحقر الآخر ما عادش يسمعه، قل له من كثر متكرر ما عادش تزرح معك، ولا يرد بالعنف يعيط يصيح. وذي العنف اللي يصير بالأزواج يبدأ بهكرة، يبدأ بحويش نعتبره ما غش قتله، وأنا ذكرته بالخبز إيش عملت، إيش قتله، قتله كلام عيب، لكن ما شافتش إيش عملت سابق قبلها. لو بنيت علاقتي مع الآخر في عقد احترام بعضنا، عقد انه ما نتحرك الا ما نسمع طلب منك، انا نستجيب، انا هنا رهن امرك، اعمل طلب وانا نستجيب لو في مقدرتي. لو نعطيك الخمسة مداخل يمكن يوضحوا اكثر. المدخل الاول كما قلت، الانسان يمجي يعمل طلب، اللي ما عملش طلب يتحمل مسؤوليته، عنده احتياج وعملش طلب يتحمل مسؤوليته، هو ما تحملش انا مسؤوليته. إذا شرط أنه يكون فيه طلب قبل ما نتحرك أنا. الشرط الثاني أن يكون عندي رغبة باش نعمل شيء هذا. تصور مرأة طلبت من رجلها حاجة وهو ما يحبش يعملها، لو اضطر يعملها أكل الضغينة اللي مش يعملها في لأنه مشي مكره، مش يرد الفعل في منطق ما يعبر عنه فوق من قلب، فوق من قلبه مش يرد الفعل على الشيء هذا في مكان ثاني. إذا الطلب يكون عندك رغبة في أنك تجاوبه على الطلب اللي عمله. ثالث هذا يقول، هل أنا مسؤول عن، أشعر بنفسي مسؤول عما سأفعله. رابع حاجة، هل أنا كومبيتون، معناها مؤهل بأن نجاوب. مثلا إنسان قال لي أنا مريض، بربي إيش قولك إيش نعمل، عندي كرشي توجع فيا، نقول له اشرب الحلبة، عليه لأن البارح كرشي توجع فيا شربت الحلبة ارتحت. هي الوصفة دي كانت صالحة ليك، لكن شكون قال لك صالحة لآخر؟ مسألش طبيب. نعم مسألش هو مسألش طبيب. اي انا حبيت اقول اللي جاوب يلزم يكون يقول انا كومبيتون، يكون انا شرط له التوفر. مؤهل سمح، اي شرط له التوفر اللي هو طلب من عندي إجابة. مش مضطر نجاوبه، انا مشني مؤهل. انا يسألني يقول له امشي شوف طبيب، امشي شوف طبيب. يقول لي بربي اش قولك البارح ما سمعت كلش ترجع فيك اش عملت بربي، نقول له لا وضعي مش وضعك، مش شوف طبيب لاني مش مؤهل، ما عملتش فحص، ما عنديش المعلومه الطبيه الكامله باش نجم، لانه الكرش توجع يتنجم يكون اسبابها كثيره، ولهذا وصفه واحده نجحت مع واحد مش ممكن تنجح مع الاخرين. خمس حاجه، انه يكون الاخر يحمل 50% من المسؤوليه. انا 50% انا نجيب له كاس الماء لكن ما نسقيهوش، نخليه قدامه على الطاوله وهو يزد الكاس ويشرب، مسؤوليته. اذا الخمسه نذكر، يعمل طلب، هل انا عندي رغبه باش نجاوبه على الطلب نتاعو، هل انا مسؤول عن الحركه الاجابه هذه اللي مش يجيبها، هل انا مؤهل باش نعطي الاجابه للطلب اللي عمله، وخمس حاجه الاخر لازم يعمل 50% من ما يقعدش في فرشه يقول لي بابا ولا يا ماما اعطيني نفطر وهو قاعد في فرشه، لا فز حط الطاوله، فز حط الماء، اللي قادر هو يعمله وانا مش نجيب لك الفطور نحطه لك على الطاوله، اما مش قاعد على فرشك وراخد وكل شيء، ولا تحط رجليك تحت الطاوله وكل شيء يجيك ويوصلك، وقتها نوع ما عملت من ولدي ولا من بنتي معاق، معاق نفسيا لأنه مش قادر يقوم بأي مسؤولية معينة. إذا الخمسة شروط هذه يلزم ثلاثة متوفرين قبل ما نجاوب، قبل ما نعمل حركة لمساعدة الآخر، قبل ما نستجيب في حركة لمعاونة الآخر. وإلا إذا مش موجودة هلا الشروط هذه، ندخل في علاقات كما قل مثلث ذات زوايا ثلاثة، ضحية مضطهد ومنقذ. ندخل كمنقذ، إنسان نشوفه يتألم قدامي وأنا نحب ننقذه ومش نعرف شنو، أنا مش مؤهل، مش نعرف شنو مناش يتألم. أبسط شيء تحبش نزك المستشفى،
نجم نسأله نساعده باش يعمل طلب، يمكن يقول لي إيه هزني المستشفى، ويمكن يقول لي لا نحب أنا تعيط لي لأخويا ولا أخوتي وأختي ولا أهلي طلب آخر به. سي فايز دونك معناتها تقاسم الأدوار في وسط العائلة، انه المراه مثلا الام تكون هي اللي عندها تكعرير كما سامحوني في الكلمه معناتها اللي ديما تعاود، والبو كلي كلمه قص باش يخوف مثلا، معناتها ساعات اليوم وكان ولدت معناتها تقاسم الادوار. هذه علاقات سيئه سيئه زاده سيئه بالكامل. فما فرق بين الرعايه والحنيه والتكعرير. مره اخرى العلاقات العائليه بين الرجل ومرته، بين البو والأم وصغارهم، هي علاقات تعاقدية بين الصاحب والصاحب، علاقات تعاقدية واحترام. أنا أحترمك وتحترمني، لو محتاج حاجة نعبر لك بها بشكل واضح، لو أنت محتاج حاجة نعبر لي بها بشكل واضح، كان قادر في إمكاني وأنا مؤهل وعندي رغبة نلبي لك طلبك، مشني قادر نقولك لا، ما خليكش تستنى، ما خليكش تكعرر عليا. هذه لو العلاقات الإنسانية تصبح علاقات تعاقدية مسؤولة، صدقوني حياتنا تتغير من الأبيض من الأسود إلى الأبيض، تتغير نهائيا، تتغير وينتفي منها العنف في حياتنا. ما عادش كلمة أعوذ بالله ما عادش تجيب في بين الناس. لكن للأسف تفسخ الثقافة نتاعنا، وكما قلنا ثقافة التشكي، هذه الناس تتشكى من كل شيء، ومن وثقافة الستريس هذه اللي كثر، وكأنه أصبح الإنسان أصبح إكرازي، معناها مدهوس بالضغوطات، ضغوطات الحياة، وأصبح إن يومي يوما كاملا. وهذا يخرج بردات فعل لا واعية، ما نقولش إرادية، ردات فعل عنفية لا واعية بين الصحاب بين بعضهم. بين أنت لو تسمع الكلمات النابية بين الصحاب في القهاوي بين صحاب، رم يفدلكوا على بعضهم ويقولوا لبعضهم كلام قاسي بالفدلكة وباللعب، ومش مشهم في ذهنهم يعتديوا على الأخ. تفدليك بين بعضهم، تفدليك يسميوه تفدليك ماست، تفدليك كله عنف. آخر حاجة، شوف أحد سمات ثقافتنا، تشوف لي كاميرا كاشي اللي يجيبوهم في التلفزة، 99 فيها من 100 عنفية. هل باش تضحك الناس الأخرين لازم علاقات عنفية تعنف الآخر باش أنا نضحك على العنف اللي فما 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 فهم خاطئ لحياتنا ولاحترامنا للإنسان واحترامنا للآخر. نحترم ولدي عمره 3 سنين، نحترمه كشخص عنده رغبات وعنده احتياجات، هو مش محتاج يشرب، مش نقول له اشرب بالسيف عليك، هو مش محتاج. نعلمه كي ظل عطشان يقول لي اعطيني نشرب، ما نجيش نقول له لا لا يلزمك تاكل يلزمك تشرب يلزمك انسان انسان سامحني انسان تخل في انا اعطيك به كي مشيت به لبعض الظواهر الاجتماعيه سي فايس مع ظاهرة الحوين تبتع القمار خلينا نقوله ما لي صحيح ولي وبرتو ما دون فاسون انكرويابل اي دون فاسون معناتها باش نحلوا الملف هذا في قدم الايمات نفهموا القمار وكيفاش قاعدين نتعاملوا معاه. بريف اللي انا طحت في القمار وليت نقمر وليت مريض بالقمار، ماش باش نطلب المساعده زاد راني انا من حد، ومانيش انا باش نجي عندي رغبه باش نحسن خاطر عندي فكره القمار هو اللي باش يربحني. مثلا كي نشد ورقه في ماتش صحيح راه باش ولي لاباس علي، لكن اذا انا ما طلبتش واذا انا ما عنديش رغبه مش مانع يخلي انه مرتي مثلا والا بابا والا امي يمرجني ماكش ناوي تبطل ودي راه ما يجيش ما عنده باش يوصلك اجا لنا وين ماشي شفت. اعطيني حاله واحده حاله واحده نجح فيها المرجع ذا انا المستمعين ينجموا يتصلوا اذا عندهم فما حاله واحده اقول بالمرج والتكعرير وصل لاخر اقلع عن الخمر اقلع عن القمار اقلع عن سلوك سيء ما فماش لانه مش علاج المرج عمره ما كان علاج محتاج علاج نقول له راك محتاج علاج وانت مش قادر ما عندكش ملكاتك الذهنيه وحدي نمشي له لا سمحني اما مسؤول تشرب خمر تشرب مخدرات لا قدر الله ولا قمار وقلت لك راه هذا مرضي خبرتك هذا مرضي وضروري حد يساعدك وانت تقول لا تحمل مسؤوليتك
ما عادش نحمل إزرك لا باش نساعدك ماديا لا باش نساعدك في أي مجال، نحملك مسؤوليتك مسؤولية حياتك. لكن هذيك المسؤولية مسؤولية حياتك مسؤولية مشتركة بينها وبين رجلها، معناتها بين المرأة ورجلها، ولا بين الولاية الصغير وبوهم، ومعناتها ما جابش يخليه مع مصيره. معناتها زاد أنا اليوم دونك معي شبيه والله ولدك يقمر، قلت له راك مريض ما حبش يفهم خليه، راجلك راهو يقمر قلت له والله خليه يشرب في والله قلت له راك مريض راهو ولا يمارس عليك في العنف يروح يضرب مثلا دونك، ولا فلوس الكل ولا يتغادي مهام لصغاره، دونك العواقب نتاعها مش تكون زادة ما عينوش هو باش يتصلح خاطر مريض، مش معناتها زاد نخليه الى حد ما على الاقل سيفاس. هذا قانونيا لما انسان يجيب مضره، اذا فما مضره، اذا مضره في حدوده هو خاصه يدبر راسه مسؤوليته، اذا مش يجيب مضره للي من حوله فما اساليب قانونيه للتدخل. في فرنسا اوضح ما هنا سمحني قانونيا، في قانونيا في القانون الفرنسي فما اوامر قضائيه باجبار حد بالعلاج، لانه علاش يجبروه؟ لانه جايب مضره اللي ما حوله عائلته صغار، فما التدخل، القانون جعل لحمايه الناس، يتدخل مش للردع مش لل، وانما يجبر انسان يقول له امام انت امام مسؤوليه، لان قاعد ضر في صغارك، ضر في زوجتك، ضر. اذا اما اذا المضره على مستواها الخاص، حتى على المضره على مستوى الخاص فما قوانين تنجم تجبر انسان يقول هو مش قادر يوعى بشيء، هذا نجبروه ما يتسمى الحجز الاجباري في المستشفيات العقليه، لانه انسان مش قادر ياخذ قرار وحده. به سي فايز انت تو حكيت على جانب القانون، ما نحبش نحكي برشا في الجانب القانوني، اكثر نحب نحكي على الجانب الانساني والاجتماعي اكثر منه. ولدي انا نعرفه عنده فكره غلطه خاطر سمعها في الشارع، اللي القرايه ما توصلش برا امشي اقرا لروحك باش تنجح في حياتك، قال لي ليه القرايه ما توصلش؟ يتحمل مسؤوليتك. لكن مش تحمل مسؤوليته انه اليوم ينجم يكون عاطل على العمل، ماهوش مشكل، اما عاطل العمل ما عندوش نيفو اللي من بعد نجم يخولو باش يعيش به، وقتها مشكل. وقت عندي انا مسؤوليتي في اني ولدي نمنعو ما كسيتياسيون الخايبه برشا على الاقل. معناتها هو اللي وقع الان، وهذا اللي تحكي فيه هو اللي قاعد يقع الان، رغم تقرنين اللي نعرفوه في كل العائلات. هذا ما منعش انه عشرات الالاف من الصغار يتركوا 100,000 كل عام يتركوا المدرسة، ينرى والديهم مش راضين بشي ذي. أكيد أنه في كثير من العائلات من 100,000 اللي كل عام في 10 سنين مليون تركوا المدرسة، ينرى أكيد أنه فما والدين خرنوا ويضربوا ويعاركوا ويعملوا، لكن ما منعش الخروج من المدرسة، ما منعش أنه كثير يفسدوا في مستقبلهم بالحرقة بالبطالة بالقاوي ورغم اللي يروحوا للدار يعرفوا الاسطوانة، يسميوها الاسطوانة العادية لمدة نص ساعة مش اسمع أمه تتكرر ولا أبوه يكرر. أنا أقول هل تكعرير وتخرنين عمره ما كان علاج، إما أنه نحمل نسنس صغاري من الصغرى على الإطار اللي الكادر اللي يعيشوا فيه والعقد اللي يعيشوا فيه، عقد مع الحياة وعقد مع الأشخاص والمسؤولية، ما نعمل عقد إلا ما نكون مسؤول، نعلمه مسؤولية. كما قلت لك عمره 3 سنين نقول له كملت بلعب عايش ولدي حطهم في الصندوق متاعهم، رب فيها شيء أنا النجم في ضربتين النظر، لكن يقول له كيكا يتعلم هو أنه يتحمل مسؤوليته في أشياء على مستواه بسيطة، كيما ينجم يخرج من الصندوق اللعاب ينجم يرجعهم للصندوق، نعلمه المسؤولية. إما نعلم حياتنا حياتنا والعلاقاتنا تكون علاقات مسؤولة وتسود هالمودة والرحمة وتكون علاقات في إطار مع معين، ما نخرجش من الإطار هذا، وإذا مش نغير الإطار لازم نتحدث مع بعضنا فيه، وإذا مش نغير العقد نتحدث مع بعضنا، وتكون العقود هي على فكرة الإسلام جاء أساس الإسلام جاء على فكرة العقود، عقد مع الحياة، عقد مع رب العالمين، عقد مع ديني، مع عائلتي، العقود في كل شيء. إما نعمل ننظم حياتي، نص القرآن ينظم جميع العلاقات، ما أنت هذا هو حتى هذا هو على حتى على أساس بين المؤجر والأجير، ما أنت حتى هو. مع جاري حتى مع عابر سبيل هي كلها عقود، والعقود أما مكتوبة ولا عقود شفهية ولا عقود مفرغة منها، لأنه تعودها تولي معناها ضمن الـ الأصول اللي نتعلموها. اما عندي عقد ولا انا احترام الجار، عقد بيني عقد ما مشيت للجار يقول له يجي نعمله مع بعضنا عقد مش احترام، انا تعلمته من اللي انا صغير
نحترم جاري لأنه ذاك تعقد الجورة. إذن لازم هالأمور هذية إما نصلح علاقاتنا رو ولا حد شيء فاهم. تقول شو تعودنا عنا 30 سنة وإحنا خرنا، لا نقول لك غدوة نجم تقوم الصباح ولدك ولا بنتك يجي نخده بربي أنا على رو خدمتك من هنا ورايح أنا تجي نفرقك ما عنديش مشكلة، لكن خدمتك أنت مسؤول عليها. بتحبش أنا مش نجي أقول لك صوت كان حبيتك الصوت هذاك سمعته ما سمعتوش دبر راسك نهار نهارينه واللي مسوت يقوم. راي تغيير هالعلاقات من العلاقات جهنمية عنفية إلى علاقات سالمة وسليمة تنجم تكون ببساطة باحترام هالخمسة شروط مداخل شروط. أنه مفروض ولدي يقول لي قيمني مش ني أنا قيمه ما غيره ما هو قيمي هو ما قليش قيمني النجم. أنا نعرف أولادي يقولوا تي أنا قلت لك قيمني إيش دخلك فيا، لأنه هو عامل حسابه نهرتها ما يدخلش ثمانية يبدأ العشرة ومجد قاية فيه ثمانية مفكرته أنه تحب تنقذه مش يخ مش يجي أورتار مش يمشي متأخر. يقول أنا قلت قيم واللي عايت على أمه تقول لي أمه ضحية عنفه هو، لأنه عن أنا قلت اللي يدخل في زاوية يشوف الزوايا ثانية ينتقل إلى الزوايا ثلاثة. إذن قادرين نخرج أنفسنا من العلاقات الجهنمية العنفية المجتمعية العائلية أو المجتمعية إلى طور آخر مسؤول. نعطيك مثال بسيط وسمحني آخر مثال وبشيخت موبيسي فايسلا هذا مشني نعمل في السياسة بعيد عن السياسة. اليوم وضع الشعب التونسي إيش قاعد عايش من اللي جاء قيس سعيد من 25 جويلية قيس سعيد معتبرينه المنقذ والشعب التونسي ضحية. ضحية لشنو؟ ضحية لحكم كان سابق 10 سنوات. إذن إحنا دخلنا في المثلث، فما المنقذ فما الضحية وفما المضطهد اللي هو الأحزاب اللي كانت تحكم، وإحنا في هالمثلث هذا المثلث هذا ما يولد كان العنف. واضح العنف في العلاقات الاجتماعية كان خاصة العلاقات الأسرية كان موضوعنا معك سيد فيصل الكعبي مختص والمعالج النفسي. تعاود تستمعوا لانتكريتي لانترفيو على الباج وفي سيل فيسبوك لراديو الحياة فامي تاعت القيروان للصح. تلقى معكم غدو في نفس التوقيت مقبل. حبيت أقول لكم عن جرو ميرسي ليكيب كاملة كوتي تكنيك ريداكسيون برود ويب اللي أمنوا لكم أكثر من 120 دقيقة من بثنا المباشر. قولي سفايس اسمح لي عيد مبروك لكل المستمعين والمستمعات إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير وإن شاء الله ربي يتقبل صيامكم وقيامكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نتلقى غدو في نفس التوقيت دي سيلا بي سيف يا دوما. على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم صحتك بالدنيا.